مصطلح الدولة المدنية. مدى صحة هذه العبارة؟ العبارة هي الغريبة. الغريبة. وهي الرؤية المعوجة للمفاهيم المستقيمة الصحيحة. بمعنى أن التاريخ الحضاري لمصر والفهم القويم لثقافتها العربية بأبعادها الفرعونية والقبطية والبيزنطية والإسلامية بكل هذه الأبعاد التي تصنع سبيكة الشخصية المصرية، لأننا إذا جلسنا فوق طبقة من الأرض مهددين في أي لحظة أن ينفجر فيها بركان أو ينبوع من الماء العذب أو من البترول، فلا يمكن أن نغتر بالسطح. سطح الشخصية المصرية الآن تتكلم اللغة العربية وتتوزع على دينين، لكن الأعماق الوجدانية والروحية والعقلية للشعب المصري أعماق انصهرت فيها تيارات كثيرة جدا. وأنا أذكر على وجه التحديد كيف برز مصطلح الدولة المدنية. كنا في شهر مايو عام 2011 بعد الثورة، ثورة يناير، كان التحرير لا يزال مضطربا، ودعانا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب كمجموعة من المثقفين لكي نتحاور معه حول مستقبل مصر إبان وعقب هذا الفوران الضخم. كنا حوالي 40 من المثقفين ومن كبار العلماء، وكل منا أفضى بهواجسه وظنونه. كان لدي هم مؤرق، أننا مقبلون على عملية أكبر تحول ديمقراطي في تاريخ مصر كما نحلم به وننشده، لكن الأرض المصرية مزروعة بالألغام الدينية، لأن جماعات الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا قد تمكنوا منذ عهد السادات أو قبل ذلك بقليل أن يزرعوا ألغام الفكر الديني المتطرف لدى القاعدة، كانوا قد اختطفوا تقريبا القاعدة الشعبية من النخبة الثقافية التي انعزلت. ففي أي محاولة للتحول الديمقراطي سوف يربحون بنسبة عالية، لم نكن نتصور أن هذه النسبة ستتجاوز 20-25% كما صرح لي نجيب محفوظ يوما، قلت له إنك ليبرالي وديمقراطي.